عندك دلوقتي. اخبار ليها علاقه ب اي كونكشنز حصل، اي اتصالات حصلت لا ما بين النادي الاهلي اتصالات غير رسميه، اتصالات غير انا مش رسميه. بتكلم على مهاجمين محليين، بتكلم على مهاجمين بره الافارقه مثلا. هو ما فيش في غير مهاجم ديام الافريقي سواء، بس ده لسه والتقارير الغنيه هي اللي اكدت ده. بس انا شايف كمان ان بقى في صعوبه في فكره اتمام التعاقد مع سواء، خاصه ليه بقى؟ خاصه لو هو لعيب لعب في دوري ابطال افريقيا مع ميدياما، فحتى لو الاهلي تعاقد معاه دلوقتي في الوقت الحالي مش هيشارك مع الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، فقد يكون يعني المفاوضات يكون مع سواء لبدايه الموسم المقبل. لبدايه الموسم المقبل. كم سنه سواء؟ لسه يعني حوالي 23 سنه 22 سنه لسه صغير في السن. نظرا في اللعيبه المحليه انا اقدر استقطبه من مهاجمين محليين في الفتره الحاليه اخر الموسم، ممكن افكر في مهاجمين اجانب. معلش عايز اسال سؤال، النوعيه دي من اللعيبه وان كانت بتعمل جيم كويس قدام النادي الاهلي ليه؟ عشان طريقه لعب النادي الاهلي هو يميل، لا بس هو صوار يميل، اكمل بس، يميل الى ما شاء الله ما عنده يميل الى الهجوم دائما وابدا، خلاص. فطريقه لعب سوا تبقى اليق لفريق بيدافع، هو يقدر يعمل الهجمه المرتده، بس طريقه لعب النادي الاهلي تتعارض مع سوا. انت متفق ولا مختلف؟ انا مختلف، خاصه اللي هو مهاجم مميز جدا. هقول لك ليه، عشان هو يعني هو لعيب محلي وبيلعب منتخب غانا، ده حقيقي. فده بيدل على قيمه المهاجم ومميزاته وقدراته الفنيه، مش اي لعيب هيقدر، خاصه هو بيلعب اساسي منتخب غانا ولا في القائمه بتاعه منتخب غانا وقاعد لعب ماتشات، وهو المهاجم الثاني او الثالث في الترتيب بالنسبه لهم. فده ما دي علامه استفهام يعني، ازاي يلعب ازاي يكون انت بتقول مهاجم الثاني او الثالث في منتخب بحجم غانا ويلعب في ميدياما؟ يعني هو لسه صغير في السن، وده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. السكاوتنج تيم بتاع النادي الاهلي المفروض اللي هو يبقى متفاعل اكتر من كده، اللي انت تنقب عن الجواهر دي وعن الامكانيات دي. ليه دايما دول شمال افريقيا في تونس والمغرب والجزائر ليه دايما عينهم حلو على الافارقه، وليه دايما هم بيجيبوا لعيبه افارقه كويسه؟ عشان خاطر هم بيشتغلوا بشكل كويس جدا وبشكل فعال من خلال فرق باسعار رمزيه، واحنا بالاسعار اللي احنا بندفعها يعني هم بيدفعوا تقريبا عشر الاسعار اللي احنا بنروح نشتري منهم بارقام كبيره جدا. عشان كده الاهلي مش هيفكر في مهاجم اجنبي في يناير، لازم يعني يتريث بشكل كبير في المهاجم الاجنبي بعد ما مودست جه. مودست عمل ازمه شويه، انا جبت لاعب بمبلغ حتى لو كان فري بس كان راتبه كبير جدا، وفي الاخر مليون ونص يورو مردوده بالنسبه لي ما لا يذكر. وعشان كده انا بديله فرصه اخيره في قائمه كاس العالم للانديه يشارك في البطوله عشان يقدمني ما اخذ عليا من سلبيات. طيب. لو حول السلبيات دي لايجابيات وظهر بشكل كويس يبقى كولر كسب. اولا كسب ان هو حط مودست مكان صلاح محسن، فبيرد على الناس اللي انا اختياري صحيح، والراجل افادنا وافاد النادي وهيكمل لاخر عاده. لو اختياره طلع غلط فتبقى الاهلي ساعتها هيبقى الموضوع المهاجم المحلي على راس اولويات الاهلي في يناير، لو مودست ظهر بشكل مش كويس في كاس العالم.